عارفين الصدمة؟ اهي الصورة دي اصدم منها. هو خلاص مفيش اي امل، يعني مفيش حد احنا بنحترمه او كنا بنحترمه هنتأكد ان هو محترم للاخر؟ مفيش صح؟ مفيش فايدة. لا يا دكتور حسام انا يعني فعلا مش عارف اقول لك ايه بعد الصدمة اللي انت اديتهالي غير حاجة واحدة. انا اتغيرت عشانك. دكتور حسام بيبوس ايده، امال احمد موسى بيبوس ايه؟ قول انت بقى. كتر ما الصورة مهينة ومفجعة، الناس بتحترم دكتور حسام، تلات ارباعهم كاتبين على السوشيال ميديا اكيد الصورة دي مفبركة، وانا شخصيا كنت فاكرها مفبركة لحد ما لقيت الفيديو. محمد ابو العينين قاعد يكلم في الدين ومش سايق. لا 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 اقفل لي الفيديو، انت عايز اكمله، انا مش هقدر اشوف المشهد ده، مش هقدر اشوف ليه. بس ثانيه بس قبل ما تقفل في حاجه كده بس عايز اتاكد منها. شكرا لمعالي. وكمان جايب خالد الجندي في كتب كتاب بنته. احي ده معناه ان انت بعد العلم والدين بتوعك معترف بخالد الجندي ان هو شيخ. احي يا جدعان كفايه بقى صدمات في الناس اللي بنحترمهم كده، من كتر الصدمات هيجي لنا ارتجاج في المخ وارتجاج في البيضه. يعني بص يا دكتور حسام انا عمري ما دخلت ان اعمل عنك حلقه، ولما اعملها انزلك فيها الفيديو ده، بس حقا انت تستحقها. كلهم لا مؤاخذه شمال. اللي لافت نظري بقى في الفيديو غير ان هو بس ايده، ان ابو العينين ساب له ايده يبص، طبيعي انه بيقول له لا اسحب استغفر الله العظيم، لكن ده سايبها له عادي. ده انت كافر. انا سمعت عن العلم والايمان اول مره اشوف العلم والسيراميك. الدكتور موافق، الاخ والصديق العزيز والموظف عندي في القناه واللي لحم كتفه من خيري. لا 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 يا دكتور حسام بلاش تبوس ايدي. استغفر الله يا علاء، ده واجبنا. مصر كلها مفخره لمصر. مفخره لمصر؟ عندك انا شفت خره في مصر، ما شفتش اي مفخره خالص. هذا الرجل اللي بيقعد عليه ملايين. يعني ايه بيقعد عليه ملايين؟ هو اسد كوبري قصر النيل عشان العيال في العيد يطلعوا يقعدوا عليه ملايين؟ يعني المفروض بعد الكلام ده تعض ايده مش تبوس ايده. العلميه اللي انت كمان هتبوسه من خده؟ هو ايه خد وايده؟ وحضرتك كنت سخنان عليه، اقول لك حاجه اديله فرنشايه. بص من بقه، بص يا باشا من بقه. وبحيي كل الايادي البيضاء. وخالد الجندي واقف ليه؟ هيموت هيموت ويمسك هو ايده ابو العين ويبوسها. طب يقول له اهو اهو يا استاذ ابو العين موجود اهو. ايه مفيش اي كلمه كده حلوه في حقنا او لقمه في حنكنا؟ تخدم الامه الاسلاميه والامه العربيه. قعد بقى اخيرا. يبقى انا كده فهمت هو كان واقف ليه، وغالبا كان عنده بعض الغازات من البوفيه عايز يطلعها. قال لك لو قعدت على الكرسي هتعمل الصوت هيفضحني، لا اقف وفي زحمه الدوشه مش هتبان. الاستاذ محمد ابو الواحد لما شاف اللقطه دي حسيت حرفيا بالمشهد ده. اجتماعي الاخير مع جمعيه المفشخين في الارض كنا عاملين ندوه تفشيخيه تحت عنوان ابن الفلحوس في علم البوس. مصر البوسه فيها مش بوسه عاديه، يعني كل بوسه ليها مكانها ومعناها وليها هدفها، علم خاص. يعني لو انت بتقدر حد وعايز تحترمه بوسه من قرته. طيب حد عادي بتبوسه من الخد، حد انت مش طايقه وعايزه يبعد عنك بتقول له ابوس طيب الا عني. لو حد بقى كاسر عينك او انت بتتذلله بتبوس ايده. يعني زمان كان ممكن بقى الراجل يبوس ايد الست من ايديها ايام الثلاثينات والاربعينات، كان نوع من انواع التقدير، وطبعا مع زياده ظاهره التحرش سحبوا ايديهم خلاص. ده معناه يا دكتور حسام ان انت لو انت يعني كنت فعلا راجل بيشكرك وبيقول في حقك كلام حلو وانت عايز تقول له شكرا انك بتشكرني، كان ممكن تبوسه في قرته، كان ممكن تبوسه في كتفه، كان ممكن تحضنه، ما هو الحضن اقوى بديل للبوس. ان شاء الله حتى تقول له ايه الكلام الجامد اللي انت قلته ده. لكن تبوسه في ايده المفروض ان انت في سنك عارف دي معناها ايه، وبعيدا عن سنك في علمك وفي دينك اللي انت بتوريه لنا. هل انت شفت الرسول عليه الصلاه والسلام قد راح بس ايده؟ ده بقى بتبوس ايده ليه؟ ده لا ابوك ولا امك. انا مش قادر اشوفها غير انها بوزه موظف لولي نعمته، وبكده تبقى البوسه ليها هدف. انا ما بعملش بوس الا لو كان في سياق الدراما. شكرا لمعالي محمد ابو العينين. هتموت انت يا خالد وتبوس ايده. انا بيحقد على دكتور حسام يقول لك ابوس ايده بقى، اطلع لي بعلاوه، اطلع لي بحلاوه، او اي حاجه ارجع بيها البيت بدل ما ايدي فاضيه. انا كلب فنون قاعد يتكلم في الدين ومش سايبنا ناكل عيش في الليل. ناكل عيش؟ هو خلاص الكلام في الدين بقى مصدر اكل عيش بس؟ والله صدق الشاعر العربي لما قال سمات النفاق في وجوههم تلمحها انهم حقا شيوخ الاعداء. يعني مش عارف ليه كده اللقمة بتاعتنا مبسوط فيها كده. انت عايل بيضاء. اذا كان الحاره كلها شيوخ يا جدعان. معلش بس هنقطعك، احنا اسفين، هو مين الشيوخ؟ يعني انا مش شايف اي شيوخ، انا شايف ناس بتمسح جوخ. يا خلوده واحنا مش عارفينكو. خالد الجندي فاكرني هندي يا دكتور. راجل علامه لازم يكون له وضع تاني. ما هو عشان هو علامه ناس اتقهرت لما شافته بيبوس ايده. والمفروض بقى لو حد ليه مكانه وراجل علم وعالم، لو في حد هيبوس ايد حد انت اللي تبوس ايده مش هو اللي يبوس ايدك، خصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده اللي احنا مرينا بكوارث وعرفنا قيمه العلم واهميه العلم وما عندناش علماء كتير كلهم
خلاص اللي في مصر هاجروا راح. مهما كل الظروف اللي نمر بيها برضه مصر مصممه تثبت لنا انها ماشيه على نفس المنهج. البلد دلوقتي مش محتاجه مهندسين، محتاجه صيعه على البصمه البصمه اللي بيعملها في الشغل عندك في القناه وهو داخل. لحضراتكم جميعا والسلام عليكم. يلا يا دكتور حسام يلا. طب قال السلام عليكم دي كلمه السر زي الليسبس كده. قوم بص ايده ما تحرجنيش اكتر من كده يا علاء. الناس دقخوا لقاها بسبب الايد اللي بوستاها. هو لو كنت انت بس ايد مثلا مراتك ولا بنتك ولا اختك رغم انها برضو مش مشهد حلو بس انا اقول عادي يعني. لكن انك تطلع تبوس ايد رجل اعمال غني ملياردير وانت بتشتغل عنده لا بقى. ثلاث ارباع المصريين عرفوا اللي فيها. كان زمان يقول لك يا ترى احنا محتاجين العلم ولا محتاجين الفلوس. اكتشفنا انه مصر فيها رجال اعمال كتير وفيها فلوس كتير ومع ذلك مرت بازمات ودولار واقتصاد وكورونا ونيله. الحاجه الوحيده اللي انت لو سالت واحد مش متعلم حتى بسيطه تقول له ازاي نظبط الدنيا ازاي نرخص صراحة يقول لك العلم. هات لي ناس بتفهم في الاقتصاد علماء. ففي التوقيت ده اللي الناس كلها فهمت قيمه العلم تطلع انت اللي بتكلمنا عن العلم ما انتش معتقد باهميه العلم وبتبوظ اللي بيديك فلوس. ولو انت مؤمن ان له مكانه ما كنت شدته ايدك العرقانه. انا بقى السلل ابو العينين يعني انت عمال تقول ده عالم وده ليه مكانه وانا بحترمه. لو انت فعلا مؤمن بالعلم بتاعه لما كان هيجي يبوس ايدك كنت هتسحب ايدك تقول له ده انا اللي ابوس ايدك. لكن انت سبت له ايدك عادي جدا ده معناه ان انت من جواك عكس اللي انت بتقول. انت مؤمن بان انا ابو العينين الملياردير ده كتر الف خير الدنيا ان انا جيت لكم الفرح المعفن وبنتك تفضل معلقه شورتي في الصاله لان احنا اسيادكم يا كلاب. ما تبص كوعي ارجوك. وعلى فكره ده مش صيد في الميه العكره. الناس اللي بتقول لك يعني ده راجل دي انتوا جايين تفشلوا في الغلطه دي. هو مش بيقولوا في مصر غلطه الشاطر باربعه ولا بعشرة. ده راجل عالم وبيتكلم في الدين. العيال ما شاء الله اي فيديو ليه لما يكلمنا حتى عن اهميه البنجر يحطوا له مزيكا حزينه ويشيروه على التيك توك. حد قدوه. لما تطلع الغلطه دي منك اه طبعا لازم نقف لك جامد قوي ولازم انت بما ان الحوار انتشر تطلع ترد تقول انا كان قصدي كذا مش قصدي كذا. تطلع تعتذر لك مثلا طب هو بس ايده علشان يكسر الكبر اللي جواه. طب ده اول مره. ثاني مره بس ايده عشان يكسر ايه؟ يكسر التلج اللي بينهم. انت بتدافع عن الغلط ليه؟ انت بتعبده يا كلب. والله والله بعد ما شفت المشهد ده افتكرت كلام الواد احمد سعد عن اخوه طلع صح. ليكوا اخ عالم هو ده الوحيد اللي ضعف فيه. لماذا الصوره تاتي حالا ودلوقتي؟ انا اللي عرفته ان الصوره دي من فتره الفرح اساسا من فتره. فانا معرفش ليه طلع دلوقتي. اوقات بحس السوشيال ميديا حد ماسكها بيوجهها كده وكده عشان يودينا في حته ويلهينا عن حاجه تانية. سواء الدرس المستفاد ان كلهم ممسوك عليهم حاجات هتطلع امتى الله اعلم. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا ولو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده ابجز على المستفز. عارف ان احنا ساعات بنمسك حد نخبط فيه جامد بس يا جماعه لان الواقع فعلا بقى مستفز يعني مش هنطلع احنا نطبطب نقول لا حرام ما حصلش لازم ندي فلوس لان مفيش وقت احنا محتاجين نفوق بسرعه عشان البلد تقوم. فبعد اذنك يعني لو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم درمغ. ما عجبكش قول لي. مش عاجبك عندك اقتراح عندك فكره عندك اراء اي حاجه قولها لنا اكتبها لنا في الكومنتات. بس يا ريت ما تقوليش طور الكلمه اللي بختم بيها. احنا في فتره كلها غوغائية وحتى العلم تحت الفلوس فيعني ما جاتش عليها ان انا اختم بالكلمة دي غورة.